أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الخامس الابتدائي مدارسنا مدارس ابن خلدون، أهلا بكم ومرحبا في الفصل الدراسي الثاني في درس بعنوان الوحدة الرابعة، اختبار الوحدة الرابعة الجزء الثاني. في الجزء الأول تحدثنا عن قرأنا النص وشرحنا النص، والآن لنبدأ في الإجابة عن أسئلة الكتاب. عزيزي الطالب، افتح معي كتاب، افتح كتابي على صفحة 97، نص الاختبار من طفولة الإمام مالك رحمه الله. والآن بعد أن استمعنا إلى النص وقرأنا النص واستمعنا إلى الشرح، أجيب عن الأسئلة الآتية، وأتوقع بمشيئة الله عز وجل الإجابة عن أسئلة تفصيلية حول النص واكتشاف القيم الواردة في النص المقروء. والآن عزيزي الطالب، جاء وقت السؤال. أفتح كتابي على صفحة 97 ومعي قلمي، هيا نبدأ. أولا، أقرأ النص قراءة صامتة وقد قرأناه، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية، أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. واحد، ألهبك الحمائم عن طلب العلم معنى الكلمة التي تحتها خط. كلمة الحمائم معناها نازعتك أم شغلتك أم أخرجتك أم أثقلتك؟ فكر فكر. أحسنت، بارك الله فيك. ألهتك الحمائم شغلتك الحمائم. اثنان، أتلقى العلم بنهم شديد، معنى كلمة النهم في هذا المثال هل هي الصمت أم الحفظ أم القبول أم الرغبة؟ فكر فكر. أحسنت، نهم، النهم هنا بمعنى الرغبة. ثلاثة، حتى تشبعت بعلمه، ضد يعني عكس كلمة تشبعت، خلوت أم امتلأت أم تركت أم أخذت؟ عكس كلمة تشبعت. أحسنت، تشبعت عكسها خلوت. هيا بنا عزيزي الطالب، انهض معي. أربعة، ما زلنا في صفحة 97، العالم التدريس، العلاقة المشابهة للعلاقة بين المفردتين السابقتين هل هي الشجرة بالغصن أم البحر بالبر أم الطالب بالكتاب أم الطبيب بالجراحة؟ فكر، بارك الله فيك. أحسن، علاقة الطبيب بالجراحة، فالعالم يقوم بالتدريس والطبيب يقوم بالجراحة. خمسة، الكلمة المختلفة من بين الكلمات الآتية، الحفظ أم السيطرة أم الكتابة أم المراجعة؟ فكر
فكر قليلا. أحسن، كلمة السيطرة. ستة، الموقف الذي كان نقطة تحول في حياة مالك رحمه الله. هل هي حبه للعب مع الحمام ورعايته، أم حرص والده على تعليم أبنائه، أم خطأه في إجابة سؤال أبيه، أم قول والده ألهتك الحمائم عن طلب العلم؟ نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسن، قول والده ألهتك الحمائم عن طلب العلم. سبعة، الحيلة التي استخدمها مالك رحمه الله كي يفوز بوقت أطول مع أستاذه. ألف، اتخاذه وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه، أم ذهابه من الصباح الباكر ليكون الأول دائما، أم مراجعته المستمرة لدروسه وحفظه لها، أم وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ؟ فكر قليلا. أحسنت، وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ. والآن ننتقل إلى صفحة 98. نعم، ثمانية، كان غرض مالك من تتبع ظلال الأشجار ألف أن الاستراحة بعد عناء العلم، باء الابتعاد عن حرارة الشمس، جيم الجلوس مع أخته وأبيه دال حفظ دروسه ومراجعتها. فكر قليلا. أحسن، حفظ دروسه ومراجعتها. أذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم حث فيه على طلب العلم. ما أكثر الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث فيها أبناء أمته على طلب العلم. نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك والد مالك بن أنس رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وحسنه. عشرة، أعدد أبرز ألقاب الإمام مالك. فكر قليلا. أحسن، عالم المدينة، إمام الهجرة، مفتي المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، الغلام الأشقر، عالم الأمة، إلى غير ذلك من الألقاب التي حصدها رحمه الله وكان مستحقا لها. ما زلنا في صفحة 98. برأيك كيف يمكن أن تكون المواقف نقطة تحول في حياة الإنسان؟ وهل التحول دائما إيجابي؟ أوضح ذلك بمثال. المواقف تنبه الغافل عن موضوع معين إلى أهميته، وقد يكون التحول إيجابيا كموقف الإمام مالك هنا، وقد يكون التحول سلبيا في غير هذا المثال. نعم، يمكن لموقف أن يكون نقطة تحول في حياة الإنسان، وفي الأغلب يكون إيجابيا دائما، مثل قول أبي مالك له: ألهتك الحمائم عن طلب العلم. إن في صفحة 98 مناجاة وطن. أقرأ النص الآتي ثم أستخرج منه اسمين مقصورين واسمين منقوصين واسمين ممدودين وأكتبهما في المكان المخصص. هيا عزيز الطالب، أمامك نصف دقيقة، اقرأ فيها النص قراءة صامتة. أحسن، وبعد القراءة نجيب عن الأسئلة. الاسمان المقصوران هما، أحسن، ذكرى والقرى. الاسمان المنقوصان في هذا النص كان هما، أحسن، الغالي السامي. الاسمان الممدودان في النص هما، أحسن،
الإباء الآباء والهناء. أحسن. أستخدم أسلوب الترجي بلعل كتابيا للتعبير عن الآتي: أولا، عن انهمار الأمطار على المزروعات. فكر قليلا. الترجي يكون بلعل، والتمني يكون بليت. أحسن. لعل الأمطار تنهمر على المزروعات، وأيضا يصح لعل المطر ينهمر على المزروعات. ثانيا أو باء، التزام السائقين بنظام السير وآدابه. فكر قليلا. أحسن. لعل السائقين يلتزمون بنظام وآداب السير، ويصح أيضا لعل السائقين ملتزمون بنظام وآداب السير. ما زلنا في صفحة 99، والآن مع رقم 3: أنمي تحقيق الرغبات الآتية. أتمنى تحقيق الرغبات الآتية مستخدما كلمة ليت. نحن نعلم أن التمني يكون بليت. حرص الجميع على احترام العادات والقيم في وطني. فكر قليلا. أحسنت. ليت الجميع حريصون على احترام العادات والقيم في وطني، ويصح أيضا ليت الجميع يحرصون على العادات والقيم في وطني. باء، سلامة الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية. فكر قليلا. أحسنت. ليت الأطفال سالمون من الإصابة بالأمراض المعدية، ويصح أيضا ليت الأطفال يسلمون، ولكن الأبلغ هنا سالمون من الإصابة بالأمراض المعدية. أعيد صياغة العبارات الآتية باستخدام أسلوب الاستثناء: عمل المهندسين خرائط الأبنية وبقاء خريطة واحدة. فكر قليلا. أحسنت. عمل المهندسون خرائط الأبنية إلا خريطة واحدة. إلا خريطة واحدة. باء، انصراف الأطباء إلى منازلهم وبقاء الطبيب المناوب. فكر قليلا. أحسن. انصرف الأطباء إلى منازلهم إلا الطبيب المناوب. إلا الطبيب المناوب. والآن ننتقل عزيزي الطالب إلى صفحة 100. ثالثا، قالت نورة: انظر يا فواز، هذان طفلان يأكلان الطعام ويلقيان بقاياه على الأرض. ويلقيان بقاياه على الأرض. رد فواز: فواز، وانظري إلى الواقفين هناك يثيرون الضوضاء بحديثهم وضحكهم الصاخب. لا يصح أن تحدث هذه التصرفات في المستشفى، إن ذلك يؤذي المرضى ويزعج القائمين بالعمل في هذا المكان. وبعد قراءة النص: نورة، ألا يدرك هؤلاء أن هذا لا يجوز في ديننا الحنيف؟ علامة استفهام، فهو سؤال، وعلامة تعجب، فهو سؤال تعجبي، تتعجب بسؤالها. ألم يسمعوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رقم 10. والآن بعد قراءتك لهذا النص عزيز الطالب، مطلوب منك أن تستخرج من هذا النص ما يأتي. استخرج من النص السابق ما يأتي: 1، اسما مجرورا بالعلامات الفرعية. نعم. فكر قليلا. الواقفين بقاياه فيه. اسما مقصورا. نعم. أحسنت.
المستشفى. الله فيك. اسما ممدودا فكر قليلا. نعم الضوضاء. احسنت بارك الله فيك. استخرج همزه متوسطه على ياء مع تعليل رسمها بهذه الصوره. نعم فكر قليلا فكر قليلا. القائمين. بارك الله فيك. لماذا؟ لان الهمزه مكسوره وما قبلها ساكن والكسر اقوى من السكون. واخيرا اعرب ما تحته خط. اعرب ما تحته خط. وقد وضع الخط تحت كلمه المسلمون. هيا بنا لنعربها. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله فيكم. أحسنتم. أنتم رائعون. ما زلنا في صفحة مئة وننتقل إلى أخرى. أملأ الفراغ بكلمات تشتمل على همزة متوسطة على ياء، أي تكتب على طبق أو نبرة كما تسمى في بعض البلدان. يفطر فراغ عند غروب الشمس. من الذي يفطر عند غروب الشمس؟ أحسنت. الصائم. بارك الله فيك. يفطر الصائم عند غروب الشمس. زار محمد المريضة فراغ على صحته. لماذا زار محمد المريضة؟ نعم ليطمئن. نعم أحسنت. إن الحسنة يذهبنا، هذا من آية كريمة في سورة هود. نعم يذهبنا السيئات، ذلك ذكر الذاكرين. المعلمون شعلة. شعلة بماذا نصف هذه الشعلة؟ دائمة. نعم أو مضيئة. أحسن. والآن عزيزي الطالب تعالوا للصفحة بعد المئة. رابعا أختار الرسم الإملائي الصحيحة. أختار الرسم الإملائي الصحيحة للكلمات مما بين القوسين وأكتبه في المكان المخصص. واحد فراغ شهوات الدنيا في عين المؤمن. أيهما أصح إملائيا تتضمن الأولى أم الوسطى أم الأخيرة؟ فكر قليلا. أحسن الأولى. لماذا؟ لأن الهمزة هنا جاء مفتوحة وجاء قبلها ألف مد فوجب أن تكتب على السطر وسط الكلمة. أبتعد عن فراغ اللسان في تعاملك. أبتعد عن ما بذاءتي. أي كلمات هنا أصح، الأولى أم الوسطى أم الأخيرة؟ فكر قليلا. بذاءتي. نعم الوسطى. بارك الله فيك. أيضا لأن الهمزة جاءت مفتوحة وما قبلها ألف مد فوجب أن تكتب مرددا على السطر. ثلاثة من قلت مروءته ساءت عشرته. أي الكلمات هنا صح، الأولى أم الوسطى أم الأخيرة؟ أحسنت الأولى أيضا. لماذا؟ الهمزة مفتوحة وجاء قبلها ألف مد فوجب كتابتها مفردا على السطر. ما زلنا مع الصفحة الأولى بعد المئة. أختار من القائمة ألف وكمال من القائمة جيم وأربطهما بحرف جر من القائمة لا. ما أصعب هذا التمرين ولكنه سهل على الكلام. هيا يا بطل لتكون جملة مفيدة وأكتبها في المكان المخصص ثم اذكر علامة الجر. في المثال ازدانت السماء. نعم ما حرف الجر المناسب؟ لا ازدانت السماء بماذا؟ أحسن بالنجوم. أحسن ازدانت السماء بالنجوم. علامة الجر ماذا؟ الكسرة بالنجوم الكسرة. وزع الجوائز. ما حرف الجر المناسب هنا؟ على. أحسن وزع الجوائز على من؟ على الطالبات. أحسن وزع الجوائز على الطالبات. هنا حرف الجر على والمجرور الطالبات اسمه وعلامة جر نيابة عن فاعل لأنه جمع مؤنث سالم. أحسن دعوت بالقبول. دعوت بالقبول الدعاء يكون دائما معه لم. لمن؟ دعوت بالقبول. نعم للمعتمرين. أحسنت دعوت بالقبول للمعتمرين. ما علامة جمع هنا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أسكن
أسكن سكن يجب معه حرف جر في أسكن في أسكن في نريد اسم مدينة الدمامي أسكن في الدمامي علامة الجر هنا الدمامي نعم الكسرة بارك الله فيك اقتربت اقتراب حرف الجر المناسب معه من اقتربت من اقتربت من نعم اقتربت من الطفلين وهنا ايضا جمع مذكر علامة الجر ايضا الياء بارك الله فيك عزيز الطالب وما زلنا في الصفحة الاولى الآن ننتقل الى اعرب ما تحته خط فيما ياتي سلم اخوتك على حميك بعد عودته من السفر سلم اخوتك فعل وفاعل على حميك جار ومجرور فعلى هنا حرف جر وحميك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة بارك الله فيك احذر من بطون الأودية وقت الأمطار فقد يحاصرك السيل من اتجاهين فيغلق عليك نافذة النجاة هيا أعرف من اتجاهين من كما تعلم حرف جر واتجاهين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى والآن عزيز الطالب في صفحة 102 إملاء وفي وأيضا عبارة من عبارات النسخ ولو أردنا أن نقوم بإملاء لطال هذا اللقاء ولذا احتفل بهذا القدر جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم دمتم في أمان الله وأمنه جزاكم الله خيرا والآن عزيز الطالب ماذا تعلمت؟ هيا بنا ماذا تعلمت؟ أحسنت أن تمارس قراءة الجهية وأيضا ماذا؟ تفسير معاني الكلمات وأيضا ماذا تجيب عن أسئلة تفصيلية حول النص وأيضا ماذا اكتشفت القيم الواردة في النص المقروء وما أكثر القيم حب العلم والهمة في تحصيله وبلوغه وغير ذلك والآن عزيز الطالب أمسك بقلمك واكتب في كتابك شيئا مما تعلمته في هذا الدرس في مشروع علم بالقلم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم دمتم في معية شكرا جزيل الشكر للمشاركة رائعة وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.